نعمل مع بعض حلو النهارده دونت، فاحنا هنعملها دونت شرقيه او دونت رمضانيه، يا دوبك هي يا اما احط لها عسل يا اما احط لها يعني الشربات يعني او سكر بودره. طب العجينه دي عباره عن ايه بقى؟ عندي هنا كوبايتين ونص من الدقيق، كوبايتين ونص من الدقيق، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره سمنه، بيضه معلقه صغيره او معلقه كبيره بس مش بنينه قوي خميره، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وهنعجن باللبن ومعانا فانيليا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايتين ونص دقيق، كوبايتين ونص دقيق بياخدوا حوالي كوبايه لبن، حوالي معلقه سكر، معلقه سمنه، معلقه بيكنج باودر صغيره، معلقه خميره كبيره بس مش مليانه، فانيليا، بيضه، وهعجن باللبن. يبقى كوبايتين ونص دقيق. انا محضره معايا كوبايه لبن، اشوف هتاخدها كلها ولا لا. كوبايتين ونص دقيق، بيضه، معلقه سكر كبيره، معلقه خميره كبيره بس مش مليانه، معلقه سمنه كبيره، معلقه صغيره بيكنج باودر، ورشه ملح، والفانيليا، باكو فانيليا، واعجن بلبن. بتاخد حوالي كوبايه. العجينه طبعا بسيبها تخمر، وبعد ما تخمر بشكلها واسيبها تخمر تاني. لازم نعمل كده، مش هكمل الكوبايه اهي، بصوا مش هكمل الكوبايه. طبعا ده بيرجع بقى كميه السمنه فيها ميه قد ايه، بيرجع البيضه دي حجمها قد ايه، كل الكلام ده. ومن ضمن الحكاوي برضو اللي قريتها عن الكنافه، يعني حكاوي او حكينا من زمان قوي، حكايه قديمه جدا يعني، بيقول انه كان واحد ومراته متخانقين قبل رمضان. بصوا بقى، بسيبها طبعا تخمر زي ما قلت لكم، وبعدين ابدا ان انا ايه اشكلها بقطعات الدونت، او قطعه كبيره وقطعه صغيره. هي متلزق شويه، ده عادي على فكره. سيبها تخمر، هتروح التلزيقه منها. هي بنفردها بالنشابه، سميكه مش رفيعه، مش رفيعه قوي، مش زي العيش مثلا، لا بفردها سميكه. بصوا بقى كده، ادي كده ايه، بص السمك ده، هو كده سميكه شويه. ده في ناس كمان بيعملوها اتخن من كده كمان، يعني في ناس بيروحوا ايه عاملينها سميكه قوي زي اللي تشتريها من بره، انما احنا كده لا، بيتي جيفه حلوه، متوسط، اي حاجه متوسطه تبقى جميله جدا، يعني احسن ما تبقى حاجه كبيره قوي فتبقى لا، واحد ياخد حته وبعدين يسيب الثانيه. انا ممكن اعمل بوله زي كده مثلا. ازيك يا بسمه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليك. انت ايه اخبارك؟ حضرتك جدا، الله يكرمك يا رب. قولي لي ليكي اي سؤال، وبعدين نجيب حاجه اصغر شويه نعمل بيها الدايره اللي جوه. ايه بقى، ايه ممكن يكون اصغر شويه؟ معانا كريمه، اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيبه يا نوجه. وانت طيبه يا حبيبتي، ازيك، ايه اخبارك؟ اهو تمام الحمد لله. معلش بقى متاخره، مش عارفه اتواصل معاكم لاني طبعا ضغط التليفونات ما شاء الله عليكم. عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ودايما بعود الايام، ويجعل دايما سي بي سي كده مفرحه قلوب الناس يا رب. وانت دايما تبقي من الناس المبشرين، انت وكل الشيفات الحلوين. انت خدت بالك بعمل ايه؟ قطعتها ببوله او باي طبق عندي او اي سلطانيه، بعد كده بالسكينه فتحتها كده، وبدات ان انا لو ما عنديش بقى ايه القطاعة، ماشي كده اهي، وابدا بقى ان انا امسك دي كده اساوي كده الحروف، كده اساوي الحروف كده اهو، عشان ما يبقاش في حاجه، وهي دونت اهي، ولا عندي قطاع ولا عندي غير، منتهى السهوله. تمام، اسيبها تخمر وبعدين اروح بقى ايه محمراها. انا سايبه شويه يخمر اهو، زيت سخن، مش سخن قوي، مش مقدوح يعني، بس سخن، وانزل في الدونت، بس يكون لازم يكون زيت غزير، واروح منزلها يا اما في عسل
اللي هو ده الشربات بتاع الكنافه، يا اما هرصهم وارش عليهم شويه سكر بودرها لكم شويه كده وشويه كده.